بل ستكون استفتاء. اجى لبنان، اجى طوني تساعدني شوي. ستكون استفتاء اكيد، يعني اكيد اكيد ما في لزوم بوجود كل الاخرين والمرشحين بالاخص، بل بس على طول قلبه على القضيه. بل ستكون استفتاء على اي لبنان تريدون. اذا كنتم تريدون لبنان بحالته الحاضره، اذا كنتم تريدون لبنان بلا حدود، مش بلا حدود يعني مثل الاطباء بلا حدود، لا، بلا حدود يعني ما عنده حدود معروفه ومرسومه. اذا كنتم تريدون لبنان السلاح المنتشر والفارغ داخل وخارج المخيمات وخارج خارج المخيمات، اذا كنتم تريدون لبنان شبه دوله وليس دوله فعليه، اذا كنتم تريدون لبنان الاغتيالات، اذا كنتم تريدون لبنان اللا استقرار، اذا كنتم تريدون لبنان سوريا وايران، اذا كنتم تريدون لبنان الفساد الحقيقي، مش هذا اللي بيحكوا عنه، فساد الحقيقي كما تعرفتم عليه بلمس اليد بين الاعوام 1990 و2005. اذا كنتم تريدون لبنان من دون اقتصاد او باقتصاد الاعاشه، اذا كنتم تريدون لبنان الديماغوجيه والفوضى، اذا كنتم تريدون لبنان خيم ومخيم ساحه رياض الصلح، اذا كنتم تريدون لبنان 23 كانون 2007، لبنان الدواليب المحروقه والطرق المقطوعه، اذا كنتم تريدون لبنان بمجلس نيابي برسم الاقفال باي وقت، اذا كنتم تريدون لبنان من دون مواعيد دستوريه، اذا كنتم تريدون لبنان بحياه دستوريه عرجاء، اذا كنتم تريدون لبنان من دون مجلس دستوري، اذا كنتم تريدون لبنان طهر نيعك، اذا كنتم تريدون لبنان اللي بيحكي علينا بنقطش له لسانه واللي بيكتب ضدنا بنكسر له ايده، اذا كنتم تريدون هذا اللبنان فاذهبوا بكل امان وراحه بال واطمئنان واقترعوا للوائح 8 اذار. اما اذا كنتم تريدون لبنان الاخر بالبعد الاخر، لبنان 10452 كيلومتر، لبنان ذا الحدود الواضحة والمرسمة، لبنان العدل والمحكمة والعدالة، لبنان الدولة الفعلية القوية القادرة، لبنان العقل، يعني إجا وقت نتندر على العقل، لبنان العقل والعلم والمعرفة والحكمة، لبنان القرار الحر، لبنان جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لبنان الاستقرار والعلم والثقافة والحضارة، لبنان الاقتصاد المتطور المتخطي، لبنان الطموح والإبداع، لبنان الحرية والديمقراطية. إذا كنتم تريدون لبنان شارل ميلك وأدوار حنين، لبنان جبران خليل جبران، فاذهبوا بأمان وسلام وراحة بال واقترعوا للأرز، لثورة الأرز، للوائح 14 أذار، لوائح المستقلين المتحالفين مع 14 أذار. أيها اللبنانيون يا أبناء منطقة بعبدة، لم تبخلوا يوما بغال أو رخيص في سبيل لبنان، لبنان الحرية. هكذا اليوم فالواجب يناديكم، والحرية تناديكم، وأولادكم ينادونكم. إن يوم 7 حزيران المقبل هو محطة جديدة في نضال مستمر، فلا تتأخروا، كونوا أبطالا كالعادة، اذهبوا إلى صناديق الاقتراع بكثافة واقترعوا لتاريخكم ومستقبل أولادكم. اقترعوا لصلاح حنين وباسم السبع، اقترعوا للياس أبو عاصي وأيمن شقير، اقترعوا لإدمون غريوس وصلاح الحركة. عاشت منطقة بعبدة، عاشت قوات لبنانية، عاشت ثورة الأرز، ليحيا لبنان.